مساء الخير. بتموز توف الكوز، هيك بيقول المثل، والكوز هو كوز الصبير والتين اللي بينضج بتموز. طقس الصيف رطب بامتياز عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حراره مرتفعه، وانتبهوا من اشعه الشمس خصوصا اذا قررتوا تقضوا الويك اند على البحر. رطوبه عاليه، بحر متوسط الموج وحراره 128. الليله طقسنا غائم جزئيا مع حراره مرتفعه على الساحل فوق معدلات السنويه بدرجتين مع تكون ضباب على الجبال، اما الحراره بالمناطق البقعيه فعم تتخطى المعدلات باكثر من 4 درجات باوقات الظهر حيث عم بتلامس 38. لبكره الاحد اجواء حاره مع استقرار بدرجات الحراره على الساحل وبدايه انخفاض بدرجات الحراره على المرتفعات مع هبوب رياح ناشطه احيانا. نبقى هلا بجوله على درجات الحراره رح تسجل الليله على الساحل 27، على المرتفعات 25، بالبقاع 16 والارز 13، وجوله اخرى على درجات الحراره رح تسجل لبكره ببعض المناطق اللبنانيه 30 ببينو. بننتقل الى زغرين 36، التل 32، بشري 26، عمشي 33، راس بعلبك 36، وجعيطة 33، بيتميل 30، رياض الصلح 33، ورياء 35، حصبية 30، رميل 33، ومارون الراس 30. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ الليلة أدناها 27 وأقصاها 33 مثل نهار الأحد، والتنين بين 26 و31. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 34، ودمشق 40، القدس 30، جزائر 25، وتونس 30، روما 30، وبرلين 22. وهيدا كان كل شيء. باي.